بيتز، قصة قصر فرنسي عريق عشقه ملوك المغرب. تعتبر بلدية بيتز الواقعة في إقليم ألواز الفرنسية أحد الوجهات السياحية التي تحظى باهتمام فريد من طرف عدد من الملوك العلويين الذين تعاقبوا على حكم المغرب، فقد كانت وجهته المفضلة للملك الراحل الحسن الثاني هي بيتز، وهي اليوم وجهة مفضلة للملك محمد السادس، وهي المنطقة التي تضم إقامة راقية، ويعتبرها محمد السادس بمثابة محج رئيسي له للاستجمام واستعادة الحيوية. ففي مقال نشرته صحيفة لوبوان الفرنسية، سلطت الصحيفة الضوء على هذا المكان الذي أصبح الملك محمد السادس يختاره كثيرا لزيارته الخاصة لفرنسا في قصر بيتز المتواجد في جهة البيكاردي البعيد بستون كيلومترا عن شمال شرق باريس والممتد على مساحة 70 هكتارا. ونقلت الصحيفة أن هذا القصر الذي أضحى من ممتلكات الأسرة العلوية منذ عام 1972 بعد اقتنائه من طرف الملك الراحل الحسن الثاني من طرف سيدة ثرية، كانت قد حولت هذا القصر الفخم الذي شيد بين سنتي 1912 و1914 إلى فندق راقي. كاتب المقال ماكسونس إلوا سرد أيضا قصة تشييد هذا القصر، والذي يعود إلى قلعة محصنة في العصر الإقطاعي تعرضت مع مرور الزمن للتدمير والسرقة، لكن بحلول عام 1770 قررت أميرة موناكو ماري كاثرين من برينيول تشييد قصر من طراز عصر النهضة على ضفاف نهر الجريفيث الذي يمر عبر الحديقة المستوحاة من الحدائق الإنجليزية التي تميزت بجمالها في تلك الحقبة، فقط من أجل الاقتراب من إقامة عشيقها السري أمير كوندي الكائن. وفي وصفها يقدم الكاتب نبذة عن قصر بيتز العريق، حيث يتكون من بنايتين شيدهما العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، كما قام بوضع مقطورتين من القطارات السريعة الأوروبية تكريما لوالده الراحل الملك محمد الخامس الذي كان قد سافر على متنهما. بالإضافة إلى ذلك يضم القصر غابة شاسعة يخترقها نهر طويل وعدد من الحدائق الزاهية ودفائن زراعية وإسطبلات تضم عشرات الخيول الأصيلة. ويتابع الكاتب أن سكان بيتز لم يسبق لهم أن تمكنوا من معاينة هذه الإقامة الملكية الساحرة التي تعتبر أيقونة معمارية حقيقية من التاريخ الفرنسي. ويستدرك الكاتب بالقول إن الملك محمد السادس ربط أواصر اجتماعية قوية مع ساكنة بيتز التي تقدر بحوالي 1200 نسمة، بحسب ما أكده فيليب بولاند عمدة سابق ومستشار حالي لبلدية بيتز. ويضيف المستشار أن هذه الروابط التاريخية للملوك المغاربة ساهمت بشكل كبير في إحداث نوع من الألفة والتفاعل بين الفرنسيين وضيوفهم من ملوك المغرب، والذين يرجع لهم الفضل في إحداث دينامية استثنائية في اقتصاد هذه المدينة الصغيرة، والتي تستفيد اليوم من أموال وهبات عينية يمنحها الملك محمد السادس لجيرانه وأبنائهم الذين يتكلف بتسديد نفقات سفرهم إلى المغرب، في استراتيجية تروم تعزيز التعاون بين المملكة الشريفة والجمهورية الفرنسية.